هل يوجد ظالم يقول عن نفسي أنا ظالم؟ لا طبعاً. ممتاز. هل يوجد ظالم لا يعلم في قرارة نفسه أنه ظالم؟ والله لا أعلم بالنيات ما يا والله. جاوب على السؤال، هل يوجد ظالم في قرارة نفسه يعلم أنه ظالم؟ كلهم يمكن ما كلهم عارف. كل ظالم يعلم أنه ظالم. وش رأيك؟ النبي الإثم ما حاك إيه؟ في الصدر، وخشيت أن يطلع علي ناس، وهو إثم، فما ظنك بالظلم؟ الظالم ما يوجد ظالم يقول لي أنا ظالم، لكن هو يعلم أنه ظالم. فمهما وضع الزوج أعذار، هو يعلم في قرارة نفسه أنه ظلمك، وعند الله تجتمع الخصوم. فلو أتيت له بكل الكتب والأنبياء والملائكة على أن يقر بظلمه، لن يقر بظلمه، لكن الله يعلم ما في النوايا، فلذا لا يحتاج فتوى حتى يقر أنه ظلمك. الله يعوض الخير، قول آمين. لا يحق للرجل أن، ليست هي السلعة أمرأة، ليست دابة والله أنا أشتريها بفلوسي وأتركها بفلوسي. لا، الطلاق لابد أن يترتب عليه. لو كان الطلاق بخيار الرجل فقط إطلاقا، لما جعل الله عز وجل شانه حكم من أهله وحكما من أهله، صح؟ ولما جعل الله عز وجل عدة، ولما جعل الله طلاق الأول والثاني ورجعي وبين بينونة صغرى وبينونة كبرى، لما جعل الله عز وجل هذه الأمور. لكن لا يعلم أن الله عز وجل الطلاق مسؤولية عظيمة، فلا يحق للرجل يتزوج ويطلق. الحسن لما كان ينده زين العابدين إن أبي زوج، إن ابني مزواج فلا تزوجوه، لأنه يعلم أن الزواج مسؤولية عظيمة، علمتي؟ فلا يأتي رجل يقول والله أنا حقي تزوجت بفلوسي وطلقت بفلوسي. أنت ظلمت امرأة، أنت نقلتها من بكر إلى ثيب، أنت نقلتها من امرأة كان لها بيت ثم شردت بها وجعلت تعود لأهلها، جعلت عليها إشارة استفهام عند بعض المتخلفين، علمتي؟ فالطلاق ليس معناه أنه المرأة دابة تشترى، لا، الطلاق في طلاق تعسفي، ويأثم الرجل بل ويكون ظالما إذا طلق زوجته بلا سبب.